هذه منطقة ميرغورد الأوكرانية، وما تشاهده هو استهداف صاروخ اسكندر الروسي لبطارية S-300 أوكرانية، والنتيجة تدميرها كلياً. تلك الضربة ومثيلاتها فجرت السؤال: ما هي قدراتهما؟ تصنف صواريخ اسكندر ضمن الصواريخ البالستية القصيرة المدى، وهي محمولة على مركبات حاملة إضافة إلى مركبات الدعم. ومن أبرز مواصفاتها نوع الدفع الذي يتكون من مرحلة واحدة تعمل بالوقود الصلب، كما أن نوع الرأس الحربي بها هو تقليدي حراري شديد الانفجار. يصل طول الصاروخ إلى 7.3 متر، ويصل مدى النسخة التصديرية من الصاروخ إلى 280 كيلومتراً فقط، لكنها تحمل رأساً حربياً يتراوح وزنه بين 480 إلى 700 كيلوغرام. أما منظومة S-300 التي يمتلكها الدفاع الجوي الأوكراني فهي في الأصل روسية الصنع، لكن روسيا أوقفت إنتاجها منذ عام 2011، وهي قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية التي لا تتجاوز سرعتها 4.500 متر في الثانية، كما يمكنها أن تتشابك مع 24 طائرة أو 16 صاروخاً بالستياً حتى مسافة 250 كيلومتراً في آن واحد. وتتضمن الكتيبة الواحدة من هذه المنظومة راداراً بعيد المدى لاكتشاف الأهداف المعادية، وعربة قيادة تحلل البيانات، وست عربات تقوم بدور منصات إطلاق للصواريخ، كل عربة تحمل 6 صواريخ، وراداراً قصير المدى يتتبع الأهداف ويوجه الصواريخ نحوها.